للحديث مشاهدينا الكرام اذا بشان ادراج ميليشيا النجباء في قائمه الارهاب معنا هاتفيا من فيينا سيد زياد السنجري الصحفي والاعلامي. مرحبا بك استاذ زياد. لماذا ادرجت امريكا هذه الميليشيا الان وهي التي كانت تحظى بدعمها وغيرها من ميليشيات الحشد في اثناء الاعمال العسكريه على تنظيم الدوله داعش؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين القضائية. بداية أريد أن أنوه بأن أكرم الشعبي فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 عندما كان جزء من العصائد أو تحت جيش المهدي ثم العصائد ثم انشق بعد ذلك من العصائد وشكل النجباء. ما هو تأثيرات تلك العقوبات؟ لا يوجد تأثيرات، بالعكس هناك مناطق وتحركات قاتلت فيها ميليشيا النجباء مثل في بابج، في الصقر، في اللوجة، الموصل. هذه المناطق قتال تلك الميليشيات كان بدعم أمريكي وطيران أمريكي مباشر، فكيف يتم الآن الفرض عقوبات عليه؟ لربما هي لغة سياسية تصعيدية أكثر مما هي لغة فعلية بتهديد واضح، لأن النجباء وكما يعرف الجميع لديهم يعني 12,000 مقاتل حاليا. نعم. وهؤلاء يتقاضون كل مقاتل حوالي 800 دولار من الحكومة العراقية، ولكن يأتمرون بأمر الحكومة الإيرانية والحرس الثوري بشكل مباشر تماما. يعني قاسم سليماني هو المسؤول الأول عن النجباء وبعض الفصائل مثل عصائب عهد الحق وغيرها مباشرة هو المسؤول الأول، هو قاسم سليماني. طبعا نحن نعرف جيدا بأن ميليشيا النجباء قاتلت في سوريا أيضا، في داريا، في القصير، في حلب. فإذا الحكومة العراقية هي التي يجب أن تعاقب، لأن هي من تمول ميليشيا تقاتل خارج العراق بأموال عراقية. ماذا أيضا عن بقية الميليشيات التي تماثل ميليشيا النجباء فكرا وعقيدة وحتى ارتباطا بإيران؟ هل سيغض الطرف عنها أم ستدرج في قوائم الإرهاب؟ هذه المسائل تأتي ضمن اللعبة السياسية. نحن نشاهد بين فترة وأخرى هناك قادة هؤلاء الميليشيات وربما مطلوبين أيضا يجلسون في بغداد مع سفراء دول أوروبية وممثلي بعثات دبلوماسية وأمومية. ذلك مثلا السفير الأمريكي قبل مدة زار جرحى ميليشيات الحشد في البصرة. هناك السفير الألماني التقى بقيس خزعج. هناك تغير في السياسة الأمريكية ولكن تغير بطيء، تغير غير على الأرض، غير مقبول حتى الآن وغير ملامس الواقع حال في العراق. السياسه الامريكيه لها باء او نفس طويل في التغيير اذا اراد تغير، وذلك مرتبط بتفاعلات سياسيه داخل امريكا نفسها والسفير السياسي ترامب، خاصه وان عام 2020 سيشهد انتخابات امريكيه، ولذلك لربما تتغير المعادله. ولكن لحد الان اجد بان تلك العقوبات لا في الحد المطلوب من قبل الامريكان لتغيير الوضع السياسي الان في العراق غير مجدية. ولكن مجرد اعلان على قائمه الارهاب، كيف يمكن ان تتصرف حكومه عادل عبد المهدي اذا ما مضت واشنطن في ادراج ميليشيات اخرى بصفتها منظمات ارهابيه كالنجباء، ولا سيما ان جميع هذه الميليشيات كما تعلمون يعني او ابرزها لها ممثلون في المشهد السياسي؟ كل ميليشيا وكل قوة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني هي أقوى من الحكومة الحالية. زياد السنجري يقول كل ميليشيا وكل جهة دينية أو حوزة أو مرجعية مرتبطة بإيران هي أقوى من الحكومة الحالية. الحكومة الحالية الآن لديها أدلة دانة عن قيام ميليشيات الحشد ومن ضمنهم النجباء في مدينة الموصل بخروقات هائلة، أعمال تفجير، قتل، ولكنها لا تستطيع ان تحرك ساكنا. لذلك لانه تعرف ان هناك تليفون واحد من قبل قاسم سليماني ينهي المسائل كلها، يعني لربما عادل عبد المهدي الذي صرح بان المخدرات تاتي من الارجنتين وكان الارجنتين جار للعراق بتصريح
اعتقد انه مضحك اكثر مما هو واقع. لا يستطيع ان يمس ايران بشيء، ولذلك النجباء والعصائب وغيرها من الميليشيات ارتبطت وثيقا بايران، ولذلك نجد بان الحكومه عاجزه عن الوقوف امام اي ميليشيا او اي شخصيه مرتبطه ارتباط مباشر بايران من ضمن قاسم سليماني الذي يصول ويجول في العراق سوريا وبلبنان ويخطئ دون ان يعرف به احد. ايضا في هذا السياق، كيف تقرا استاذ زياد ما كشف عن خطه لميليشيات الحشد المختلفه لزج زعماء هذه الميليشيات في الكليه العسكريه؟ كل شيء بالنسبه للميليشيات مباح، كل شيء، بحيث يمكن ان نقول بان اليوم لدى الميليشيات شخصيه ابو خميني، شخص شاب ولكنه يمتلك ادوات وقدره على التعذيب بشكل لا يصدق. ابو خميني حاله توظف لاجل المرحله الحاليه التي في العراق اليوم، مرحله استنفار، مرحله تغيير ديموغرافي، مرحله من ليس مع ايران ومع الميليشيات فهو ضدها بكل تاكيد. لا تتقبل القوى السياسيه الموجوده والتي تمتلك ميليشيات داخل العراق انصاف الحلول، تريد ان تتهيا لمواجهه ان حدثت في المستقبل مع امريكا، مواجهه اقتصاديه، مواجهه سياسيه، مواجهه امنيه وعسكريه. لذلك من الممكن جدا ان تكون قيادات الميليشيات ضمن الكليه العسكريه وضمن رتبه عاليه، علما انهم لا يحتاجون لذلك الامر، لان الرتب تمنح في العراق بكل يوم شخصيات هزيلة، شخصيات سخيفة، شخصيات وليست لأجل تلك الشخصيات، وإنما لكي إذلال الرتبة العسكرية التي وقفت أمام إيران 8 سنوات وأضاءت المر في حرب القادسية الثانية، ولذلك يريدون مقالب الميليشيات أن يأخذوا رتبا عسكرية، وذلك إهانة المنظومة العسكرية في العراق، والتي يجب ان تكسر نفسيتها وعقيدتها حتى تكون اليد العليا للميليشيات الايرانيه فوق القدره العسكريه العراقيه. منبهنا الصحفي والاعلامي السيد زياد السنجري، شكرا جزيلا.